السلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندسة ياسين هتبقى معاكم دلوقتي حالا، دي هي كانت مشكلة في النت عندي أنا بعتذر يعني بكده عنها ليكم كلكم. حالا هتكون معاكم دلوقتي يا جماعة، مشكلة النت كانت عندي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كويسين. ايه الأخبار؟ أخبار الوورد معاكم ايه؟ الحمد لله الحمد لله. بنطبق ولا لسه؟ بدأنا نطبق؟ بدأنا. طيب، كان الزملاء اشتغلوا معاكم الفترة اللي فاتت بعض الأجزاء في الوورد، تمام؟ فالنهاردة احنا هنكمل مع بعض. كنا هبتدي أشير الشاشة الأول، تمام كده؟ تمام، شيرت الصفحة يا شباب؟ تمام. طبعا انا مش هرجع بقى اقول لكم من الاول تاني. انا لو حبيت اشتغل وورد بفتح يعني نبتدي بلاش الفايل كده، نقفله نعمل فايل جديد. انا النهارده لو حبيت اعمل فايل وورد، افتح فايل وورد جديد، بعمل ايه؟ باجي هنا
بدخل على، انا عندي هنا حطاه موجود بره على الديسكتوب. ممكن لو انا مش عارف اجيبه من الديسكتوب هنا على طول، شايفين انا بيس حطاه السكرين شوت شايرة ليه؟ مش ظاهر. كده اوكي، كده اتشيرت اوكي تمام. تمام. لما باجي بفتح برنامج الوورد يا شباب، انا عندي طريقتين، اما بدخل هنا لو انا مسيره عندي بره كده زي ما انا حطاه هنا وورد، بروح ضاغط عليه وبدخل بيفتح لي صفحة الوورد بتاعتي، او طريقة تانية برضو عشان تبقى سهلة عليكم، شايفين هنا علامة السيرش، بدخل هنا وبكتب اللي انا عايزاه، بقول له انا عايزة الوورد، لو كتبته انا كنت كاتباه فبفتحه عن طريق هنا السيرش. تمام. او الحاجة الثالثة ان انا باجي عند ستارت هنا وببتدي ادور في هنا في التابس الموجودة، بلاقي كلمة وورد، طبعا هي في النهاية لان W هو طبعا هنا مترتب حروف ابجدية يعني. اوكي، دي طريقة الفتح. طيب هفتح، اتفقنا لما نيجي نشتغل هبتدي افتح صفحة جديدة، هقول له افتح لي صفحة جديدة، اداني صفحة جديدة بالنسبة لي. طبعا احنا اتكلمنا عن قائمة هوم المرة اللي فاتت، قلنا لو احنا عايزين نشتغل انجلش بيبقى هنا عندي العلامة فين اهي، شايفين الماوس موجودة هنا، لو هشتغل عربي بقلب الماوس بتاعتي بالماوس هنا. تمام. طيب الخط، وهنكبر ازاي، والكوبي والبيست، والفورمات بتاعتي، ولو حابب احط اعمل بلوجر للخط اغير الستايل بتاعه، كل الكلام ده احنا قلناه المرة اللي فاتت. انا باخد بس كده لمحة سريعة عن اللي احنا قلناه. تمام. دخلنا بعد كده قائمة انسرت، وابتدينا كانت استاذة غادة شرحت الجزء الاول فيها، واحنا كنا اتكلمنا مع بعض عن تيبل وقائمة تيبل، ازاي ادخل تيبل في القائمة بتاعتي والعب فيه ازاي، والديزاين بتاعه والديزاينز بتاعته. لو عملت تيبل بيفتح لي على طول هنا تيبل ديزاين ولاي اوت، اتفقنا ان في ديزاينز كتيرة جدا للتيبل حسب ما انا حابب، او ان انا ممكن اعمل الستايل الخاص بتاعي اغير فيه واتحرك فيه زي ما انا عايز. تمام. كنا برضو اتكلمنا على اللاي اوت، ان انا لو عايز ازود سيل او عايز ازود صف او عايز ازود عمود رو او ليفت او رايت زي ما انا عايز، عايز امسح، عايز ادخل، الكلام ده كله اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، صح كده؟ الناس اللي كانت معايا المرة اللي فاتت فاكرين؟ طيب تاني حاجة بعد كده، في عندي pictures، لو انا عايز ادخل صور، انا الفايل بتاعي مثلا عايز ادخل عليه صور، طب هدخل صور من فين؟ من الكمبيوتر بتاعي نفسه، كان بيجي يقول لي ايه ادي الكمبيوتر بتاعك بيديني الداتا بتاعتي، هدخل على picture، انا عندي الفايلز، انه فايل اللي هختاره، مثلا هختار الفايل ده وقول مثلا سي انا عايز الصورة دي، فبيروح منخل لي صورة، ادي الصورة بتاعتي، دي صورة تبع شغلي. حلو. طيب اول ما فتح لي الصورة، شايفين يا شباب طلع لي هنا ايه picture format، عايزة امشي دي شوية. تمام، شايفينها فتح لي هنا الباك جراوند بتاع الصورة، فتح لي اللايت، انا عايز الصورة شكلها ازاي، هقف طبعا على الصورة كده وببتدي، الاضاءة بتاعت الصورة عاملة ازاي، ممكن اغير الاضاءة بتاعت الصورة، شايفين الاضاءة بتاعتها بتتغير حسب ما انا عايز، انا عايزها ايه. طيب انا هعرف منين؟ هو في الامتحان بيجي يقول لي ايه اسمها، فبصوا انا لما بقف على يعني انا السهم واقف اهو على شكل، اعطيني الاسم. تمام. هو بيبقى عطيني الاسم ده في الامتحان، بيقول لي انا عايز البرايتنس 0% نورمال كونتنس ماينس 14. تمام، سوري ماينس 40، فهو بيبقى عطيني الجملة دي. طب انا باجي ازاي السرعة بقى في ان انا اقف هنا ادور فين انا، فين ده الاولاني كام، لا ده ماينس 40، ده ماينس 20، طب فين ماينس 0 اللي هو قال لي عليها، اهي انا لقيتها، ابتدي ادور في السطر بتاع الماينس 0 عشان ابقى سريع واعرف اجيب شغلي بسرعه. حلو الكلام.
ميسو ينفع بس حضرتك ما تعملي ينفعش ان تاني انا عشان مثلا استخدم لا واحد واحد يتكلم عشان اسمع تقولوا ايه. ولا حضرتك ينفع تعيدي حضرتك تعملي اد بيكتشر تاني عشان انا لسه داخله. حاضر اوكي تمام. بنيجي هنا عند قائمه انسرت تمام، نيجي عند بيكتشر، نقف عند بيكتشر هنا شايفين في سهم، يبقى معنى كده ان في حاجات كتير ممكن اعملها. لو انا عايز من على الكمبيوتر بتاعي بدخل هنا بقول له البيكتشر اهي، كلمه بيكتشر بدخل عليها، بدخل على اي فايل من الفايلات الموجوده عندي في الكمبيوتر بتاعي ايا كان، ببتدي اعمل اوكي. طب انا عايزه احط بيكتشر معينه، هروح حاطه البيكتشر بتاعتي. حلو كده تمام. طيب انا عايزه الصوره دي هنا الباك جراوند بتاعتها شكلها ازاي، بيقول لي شوف انت عايز الباك جراوند بتاعتك عامله ازاي، بيديني بلس وبيديني ماينس الاضاءات والالوان والكلام ده، انت عايزها بالاشكال دي ولا لا؟ لا انا مش عايزها كده فبغير الكلام ده. حلو. هنا البرايتنس بتاعت الصوره، انا عايز الصوره طبيعيه كده زي ما هي ولا انا عايز فيها تظليلات وخلفيات وكلام من ده، الاضاءات بتاعتها مختلفه. شايفين هنا لما انا جيت وضغطت كده الاضاءه بتاعت الخلفيه بتاعتها اختلفت كأنها ابيض واسود الوان اي كان. تمام. نيجي ندخل هنا بيقول لي ايه، طب الصوره بتاعتك انت عايزاها زي ما هي كده ولا الكالرز بتاعتها مختلفه؟ اه في جزء هنا تاني هقوله. هنا هو بيقول لي مثلا لو جيت وقفت على هنا شايفين المستطيل الصغير اللي بيطلع تحت السهم، كاتب هنا brightness 0% normal contract minus 40. تمام. هو بيطلب الكلام ده، بيقول الكلام ده في الامتحان، بيجي يقول لك انا البيكتشر رقم كذا في الصفحه كذا غيرها لي للبرايتنس بتاعتها زيرو. فانا عشان السرعه، عشان احنا متفقين امتحاننا اهم حاجه فيه السرعه، ان انا باجي اقف هنا واقول فين الزيرو، هي البرايتنس زيرو او اهو، يبقى السطر ده كده العمود ده زي ما انا ماشي عليه كده كله البرايتنس بتاعتي زيرو، وبعد كده بشوف اللي هو عايزه بعد كده ايه. تمام. دايما بس عيني ما ينفعش يعني يبقى في مكان اكتب انا البرايتنس يبقى كام والكونتراكت يبقى كام؟ لا ما فيش، لا كده اسرع حاجه، ده هيبقى اسرع مين. حاجه. انت عارف انتوا عارفين يا شباب الامتحان بيعتمد نمره واحد على السرعه، عشان احل بسرعه الامتحان لازم عيني وايدي يبقوا سرعه، استخدامي للماوس يبقى سريع، عيني بتلقط بسرعه الحاجه اللي هو عايزها. هو النهارده بيقول لي الباكتشر دي بروح واقفه عليها بسرعه جدا زي ما اتفقنا، اي حاجه هبقى عايزاها من قائمه هوم هنا في فايل، بيقول لي انت عايزه ايه، الصفحه كام بيجز، اهي صفحات، انا ما عنديش غير صفحه واحده في الفايل ده، فبدخل على الصفحه وبعدين بروح داخل على انسر وبعدين بيكتشر وبعدين اقف على الصوره بتاعتي اهي، هيديني بقى ويقول لي اقول انا عملت دي عملتها ازاي، غيرت الالوان بتاعتها ازاي، عملت ايه فيها. تمام. فاهمين يا شباب؟ تمام يا ميس. تمام. طيب هنا بندخل على السيف حضرتك بتعيدي تاني اللي هي ان حضرتك غيرت اللون الابيض بتاع الصوره خليتيه لون بينك، فحضرتك تعيديها دي. ما انا هقولها اهو دلوقتي في الكالرز. تمام. حضرتك لسه عاملاها دي عشان نضيف الصوره صح؟ اه اللي احنا بنتكلم ده انا هنضيف صوره، اضافه صوره. تمام. هغير. طيب هو عايز يغير الكالر اللون بتاع الصوره، عايز الخلفيه بتاعتها تبقى لونها اورنج لبني بينك، اهو كل الالوان هو بيبقى كاتب. يعني هنا بس على ان احنا واقفين على ريد اسنتد سوري كالر تو دارك، هو بيبقى طالب الكلام ده بيبقى كاتبه لك. طب لو هو عايز حاجه محدده بدخل اهو على هنا تمام، بيديني مور كولرز اكتر، يقول لك انت عايز فين. شايفين كل ما انا بتحرك بالماوس كل ما اضاءه الصوره من الخلفيه بتاعه الصوره بتتغير الالوان صح؟ طيب لا هو مش عايز من الكولرز الموجوده دي، لا ده هو عايز كولر معين. فاكرين قلنا انا ممكن اقف كده
مكان ما بقف، ولو قلت له اوكي هيغير لي للون اللي انا وقفت عليه. لا طب هو طالب color بدرجات معينة، باجي اقف هنا، برجع تاني اقف عند more colors، تمام. بدخل على الكاستمر اهو، انت حضرتك عايز ايه؟ عايز الريد قد ايه؟ عايز الريد يقل مثلا، طب عايز الجرين يزيد، بيبقى هو عطيك بقى ارقام، فانت ممكن تروح ماسح هنا وكاتب هنا بقى، ممكن امسح واكتب اللي كان حد بيسأل هل انا ممكن اغير مكان اكتب فيه. اهو انا كده غيرت، شايفين هنا درجة اللون بتبان، لو انا قلت له اوكي فانا كده غيرت في درجة اللون، تمام. هنا لو انا عايز احط افكتس، شايفين الافكتس، تعديلات بقى في شكل الصورة، ان انا اخلي الصورة متظللة، لا انا عايزاها كويسة عادية، لا انا مش عايزة الافكتس دي خالص، هعمل حاجة جديدة مختلفة، شادو، ريفلكت، جروس، اي حاجة هو هيطلبها هتلاقيها موجودة، تمام. هنا ترانسبيرنت فور، شايفين كل دي افكتس موجودة في الصورة بتاعتي. حد كده تمام يا شباب؟ هنا اخر اخر حاجتين ممكن حضرتك تعيديهم تاني معلش، اللي هم ايه؟ الافكتس هم تحت الكولر. اهو بص، انت هو بيقول لك انا عايز افكت مختلف، فبتدخل على الافكتس وبيديك اسمه برضو زي ما احنا قلنا. هنا نون يعني مفيش حاجة خالص مش موجودة، هنا بيقول لي كل واحدة حسب اسمها هو عايز ايه. هو هيقول لك ايه مثلا، هنا بيقول لك عايز بنسل، الافكت بتاعك بنسل، بتشتغل على البنسل، بتقف على الجزء بتاع البنسل وبتشتغل بالبنسل حسب ما هو بيقول لك طالب ايه، فبيغير لك شكل الافكت بتاعك. هنا رجعها بشكل تاني اهو، شايفين دي الصورة اللي احنا كنا حاطينها، لا اختلفت حسب ما انا عايز، تمام كده. هنا عايز change picture، هغير البيكتشر، بيطلع لي اهو بيقول لي عايزه تغيريها بايه، بيطلع لي القايمه بتاعتي تاني، القايمات اللي انا موجوده عندي، الاماكن اللي موجوده، تمام. كل ده احنا بنتكلم في ان انا بجيب بيكتشر من الجهاز عندي. طب انا عايز اجيب صورة بس الصورة دي مش موجودة في الجهاز عندي، طب هجيبها ازاي؟ هجيب صورة مش موجودة عندي في الجهاز، طب انا عايز احط الصورة تاني، صورة يعني مثلا نعمل صفحة تانية، عايز اجيب صورة من على الانترنت، باجي اقول له هنا ادخل على بيكتشر تاني، قائمة انسر picture، طيب هاجي ادخل هنا، شايفين يا شباب دي image موجودة اصلا في برنامج المايكروسوفت في الوورد نفسه، انا عايز احط بقى اي صورة، هاجي اقول له انا مثلا say انا عايز احط الصورة دي، شايفين عمل عليها علامة صح وراح قايل لي اوكي انسى، نزلت الصورة اللي عندي. حلو، حد فاهم حاجة؟ بس معلش حضرتك جبتيها منين الصور دي؟ تاني قائمة insert، بدخل على picture، بدخل على stop image اللي هي رقم 2، بيقول لي في image كتير اهي عند حضرتك اهي، شوفي انت عايزة انهي واحدة فيهم، محتاجة مين؟ تعالي شوفي انت عندك صور كتيرة جدا، تعالي نشوف. قلت له اهي مثلا دي، رحت قايلة له اوكي، هو بيعمل لها داونلود، تمام. حسب تسجل يا حبيبتي، تمام. برضو ممكن هنا برضو انا مش عايزه انزل صوره، لا انا عايزه انزل ايكونز، تمام، اشكال بقى مختلفه كتيره جدا 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 حسب ما انا عايز بقى الحاجه اللي هو المطلوبه. وكل حاجة هنا ميديكال مثلا، حاجات طبية، بيزنس،
education تعليم music ميس نعم هو ممكن يطلب مننا ان احنا نجيب صورة اونلاين يعني ممكن وحواريكي تعملي ازاي تمام تمام هنا اشكال بني ادمين انا عايزة انزل حاجة منهم بنزلها برضو stickers اللي احنا كلنا بنلعب بيها على الموبايل تمام بس ينفع الحتة دي تاني ايه تاني انا ما قلتش حاجة لسه يا جماعة في ايه احنا هنقعد نعيد كتير كده تمام هنا تاني picture ندخل على رقم 2 icons بيديني icons فيها صور animals مثلا location history holiday education حسب ما انا عايز بقى انا هحط صور خاصة بايه نفترض ان انا عايز اعمل مقص هقص الكلام في حتة معينة ماشي يعني مثلا هاجي هنا واروح حاطط مقص بالشكل ده شايفين نزل مقص اهو الكلام هيتقص هنا وهيتقطع مثلا تمام طيب انا عايز ادخل من على الانترنت تمام شايفين هنا اونلاين اونلاين بيكتشر هيبتدي يقول لي انت عايز عن ايه الاونلاين بيكتشر دي هتكتبي عن ايه اي حاجة تمام ابتدي اشوف ادي الاونلاين بيكتشر باك جراوند اشكال للباك جراوند ويقول لي اتفضلي اهي اشكال كتيرة طب حضرتك عايزة مين مثلا انا عايز اعمل باك جراوند بالشكل ده تمام يبقى عرفنا ازاي هننزل هنا صورة من الكمبيوتر بتاعي او من الصور المخزونة عنده على الجهاز او صورة اونلاين في مشكلة في التلات جزئيات دي طيب انا نزلت الصورة عايز اغير فيها الفريم بتاعها مش عاجبني عايز احط لها فريم حطيت لها فريم لو فتحت هنا لا ده انا عايزاها بشكل بيضاوي مش عايزاها زي ما كانت لا انا عايزاها ليها تأثير بشكل كده وابتدي ادور انا عايز ايه تمام نيجي هنا الكالورز بتاعت الافكت بتاعت الكالورز بتاعتي انا شايفين درجة اللون بتتغير ازاي زي ما اتفقنا درجة اللون دي بنلعب فيها زي كل مرة تمام دي الخطوط بتاعت العرض والطول بتاعتها هنا الصورة عايزها شكلها ازاي عايزها كده شايفين تأثيرات للصور الإضاءة بتاعتها شكلها ازاي حسب بقى أنا عايزها ايه الحاجات دي ممكن انتوا دلوقتي تكونوا حاسينها دمها تقيل او ايه ده بيجي ازاي او بيتعمل ازاي كل ده بسهولة جدا انت هتعرفه وتتعلمه كويس قوي 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 لما انت تقعد وتشتغل بايدك وتقعد على الجهاز وتجرب تقعدوا وتجربوا وتتعلموا ان انتوا تشتغلوا ازاي بايديكم ما يعني احنا بنفتح مواضيع مع بعض تمام طب انا عايز اكتب على الصورة بتاعتي هنا مكتوب طب انا هكتب ايه هكتب مثلا flower والجزئية دي لو تفتكروا احنا اتكلمنا على انها خاصة بالناس ضعاف السمع اللي هو بيبقى عنده مشكلة في السمع وعنده مشاكل سمعية وبصرية بيبقوا عاملين لهم حاجات في الجهاز عشان يقدروا يتعاملوا بيها هنا طيب انا مش عايز بقى خلاص انا نزلت صور وخلاص لا ده انا عايز اعمل حاجة يعني انا مش عايز اعمل جدول وفي نفس الوقت عايز اكتب عنوان لموضوع بشكل مختلف فهنا بيقول لي شيبس دي اشكال بقى كتيرة جدا جدا انتوا في الكتب بتلاقوا مثلا ايه جملة محطوطة في برواز او محطوطة في نجمة او محطوطة في مثلث عايز احط سهم
عايز احط مثلا كده، هقف هنا شايفين انا ضغطت على المربع، فراح اعطيني اهو مربع. طيب بحركه يمين وشمال، طب انا عايزه اوسعه، باجي اقف عند الدايره دي بوسعها كده يمين وشمال تحت فوق زي ما انا عايز. عند العلامه دي شايفين الماوس عملت علامه دايره سودة، ببتدي اشقلبها يمين شمال ادورها زي ما انا عايز بحركها. تمام. طيب حضرتك يا ميس عملتي ده، طب هنكتب جواه؟ اه طبعا هنكتب جواه. طب هنكتب جواه ازاي؟ هعمل كليك يمين، تمام، هعمل كليك يمين، هتروح طالعالي القايمة دي. طب انا عايز اكتب جواه، هكتب جواه ازاي؟ ها اعمل كده، ابتدي ادور فورمات اد باراجراف حسب ما انا عايز. طب عايز اغير الشكل ده، باجي ادخل تاني هنا، لو انا مثلا عملت له هنا كات، طب انا الشكل ده مش عاجبني عايز اغيره، باجي اقف هنا كده، اقف عليه واقف هنا واروح اعمل له كات قطعته. خلاص انا مش عايزه حضرتك، متشكرين. تمام. حبيت احط شكل تاني، بدور على الشكل المناسب ليا اللي انا عايزه، وهروح اعطيني الشكل. شايفين؟ حط شكل واضح اكتر شوية عشان نشوف جواه هنعمل ايه. مثلا لو حبيت احط مربع هنا، حط لي مربع. شايفين اللون هنا؟ اللون هنا لبني. طب انا مش حابب مش حابه اللون ده، انا عايزه اغيره. شايفين المربع ده؟ دخلت على اللون ايه؟ ابيض، خليته ابيض. عايزه اخليه اسود، خليته اسود. عايزه اخليه لبني تاني. طب اغير الوانه منين؟ افتح السهم الصغير تاني، هاجي اقف هنا، افتح السهم الصغير ده، هيديني كل الكالورز اللي ممكن احطها. تمام. بعدين يقول لي طب لا في كالورز جديده كمان لو عايزه، اهو تحبي واحد من دول ولا خلينا زي ما احنا؟ خلينا زي ما احنا. طب انت عايز تكتبي ايه جوه؟ هاجي اقف هنا واقول له كلمه. شايفين هنا اتفتح ايه؟ انا وقفت هنا، وقفت جواه وضغطت كليك يمين، راح اعطيني كلمه ايه؟ Add text. لو عملت كده ضغطت عليها هتلاقوا هنا السهم بتاع الماوس جوه اتعمل خط الكتابة. طب هكتب هنا مثلا اي كلام كتير. اوكي ايه ده انا ممكن اكتب هنا، ممكن اكتب هنا، وعن طريق ان انا اكبره واصغر واغير الوان واعمل كل اللي كنت بعمله في الكتابة اللي فاتت، طريقة الكتابة اللي فاتت. حد كده الكلام واضح؟ تمام. تمام. طيب انا عايز نفس الشيب بتاعي اهو، انا واقفة عليه. شوف انا عندي مش ظاهر اد تكست، بس لقيته كاتب لي باراجراف. هي نعم؟ انا عندي مش ظاهر اللي هي اد تكست، بس كاتب لي باراجراف. هي ولا لا؟ هي. انت شغال معانا على طول؟ تمام. طيب هنا الكالر فيل انا عايز ادخل له كالر. شايفين اللون بيتغير ازاي يا شباب؟ شيب فيل انا ممكن ادخل له اي لون زي ما اتفقنا قبل كده. عايز ادخل لون اهو. طب انا عايز ادخل له صوره جوه، ممكن؟ اه اهو اعطيني هنا وبيقول لي دخلي صوره. انت عايزه تدخليها منين؟ ممكن ادخل له صوره. طيب عايزة اكتب جواه، اعمل اي حاجة انا بعملها. شيب اونلاين، تعالى نشوف ده اونلاين. سوري اوتلاين، انا اسفة. الاوتلاين بتاعي شايفين المربع نفسه ابتدى ايه يتغير.
الوان، يعني غيرته مثلا لاسود، خليت الفريم بتاعه اللي بره ده بقى ايه، بقى لونه اسود. طيب عايز امسح حاجة هنا، عايز اغير حاجة، شايفين شكله بيتغير؟ استنوا نقول كده تاني، هنا الشيب افكت لو انا عايزاه شادو، شايفين شكل الكتابة بتتغير حسب ما أنا عايز. تمام، هنا الخط جوه نعمل واحد تاني عشان يبقى واضح أكتر. خلي لونه أبيض، نقول هنا add text اهو، هكتب هنا مثلا، هقف هنا اكبرها، لو انا عايز اغير لونها الافكت بتاعتها برضو. شايفين طريقة الكتابة بتتغير معايا، نفس الكلام اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده، واضح؟ دي تأثيرات مختلفة للكتاب. هنا الألوان كان عايزة تمليها بقى أو عايز تمليها بأي لون، اللون بيتغير معايا حسب درجة اللون. يعني الحاجات دي احنا ممكن بقى ايه يعني نعديها شوية عشان خاطر احنا بنقولها وبنكررها كتير، وقلنا ايه ان هنحاول نتعلمها اكتر لما احنا، هو برضو هنا بصوا كل ما بقف على حرف طريقة كتابة بيديني اسمها، فهو هيديني في الامتحان اسم انا عارفه هو فين، بروح داخل عليه على طول. تمام، هنا التكست دايركشن يعني انت عايزه زي ما هو كده بالعرض ولا حابب ان تغيره، شايفين اتغير اتجاهه من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، بتغير الاتجاهات بتاعتك. تمام، هنا محتاج لو كان كذا سطر فانت هتحطهم فين، عايزهم في الاول ولا في النص ولا تحت، دايما اكتر لو انا عملت كده وكبرت دي كده شوية، شايفين كلمة بسم الله طلعت فوق هنا، طب هنا في النص، هنا تحت خالص. تمام كده، طيب تعالوا نشوف. طب انا عايز احط ايكون، قلنا الايكونز دي احنا اتفقنا عليها وشفناها من شوية، اتفقنا احنا بنلعب في الحاجات دي كتير قوي على موبايلاتنا وعارفينها، فالكمبيوتر كمان جابها لك اهي عشان لما تيجي تكتب وتبقى عايز تعمل تأثيرات وعايز تعمل حاجات مختلفة تبقى موجودة عند حضرتك. طيب عايز احط 3D dimension او 3D models، طب منين؟ لو في عندي على الكمبيوتر 3D، انا ما عنديش على الكمبيوتر للاسف حاجات 3D، فاسفه جدا فمش موجوده زي الصور بالظبط، ممكن يبقى عندك على الكمبيوتر او يديك هو موديلز لل 3D. يعني مثلا انا هاخد موديل انيمال دي 3D، انا حابب احط مثلا القلب، ده سرعة نت بطيئة شوية، شايفين القلب بيتحرك، موديل القلب نفسه، القلب أكنه أكن ده قلب البني آدم وبيتحرك. لو انت حابب تحط وبعدين انا قفلته، شايفين انا كده بشغله اهو، لا انا مش عايز يفضل شغال طول الوقت، بدوس عليه بيقفله، واضح؟ عرفنا بنجيبها منين؟ من تمام، مش ظاهر عندي. نعم؟ مش ظاهر عندي. ايه هو اللي مش ظاهر؟
الثري دي بالظاهر عندي في الكمبيوتر بتاعي. يبقى انت موديل 16؟ لا 2010 واخده 2010. مش عارفه 2010. طيب انت منزل 365 اوفيس 365؟ لا مش معتقدش. طيب يبقى هي دي السبب. نعمل فيس كده مضحك ولا حاجه، انتوا حضراتكم بتحبوا الحاجات دي مثلا. هيبتدي هو اهو، هنشغل اخينا ده. لا ده ما بيشتغلش، مش عارفه ليه، ما علينا. تمام. طيب هنا سمارت ارت اللي هي بيسموها خرائط ذهنيه، يعني مثلا انت عايز تكتب خريطه، المستر بتاعك او الميس بتاعتك طالبه منك في المدرسه ان انت تكتب، تعمل بحث، والبحث ده هتعمل فيه خريطه او حاجه مثلا شبه كده. شايفين يا شباب؟ 1 2 3. هتكتب هنا مثلا اسامي المواد بتاعتك اللي انت بتاخدها. هاجي اقف هنا واقول مثلا رياضه، علوم، طبعا الانجليش عارف، ماث، ساينس، دين، هنا مثلا دراسات، رسم. فانت هتكتب اسامي المواد بتاعتك او التخصصات اللي انت هتكتبها. لا طب انا عايز اغيرهم، شايفين غيرتهم لشكل تاني. لا انا عايز اغيرهم، اقعد بقى اجرب فيهم لحد ما اشوف ايه الشكل اللي يعجبني في كل الناس الجميلة دي. هبتدي بقى اغير ايه، اعملهم كده. طب ينفع اعملهم كده؟ اه ينفع. انا حر بقى، عايز اغيرهم باي شكل يعجبني حسب ما انا عايز بقى، انا ومزاجي يعني. كل واحد بيبدع بقى في الكالر، في الشيء اللي هو عايز يعمله يعني. عندك بقى ستايلز كتيرة وديزاينز كتيرة واشكال كتيرة تقعد تلعب. تمام. طيب هنا هغير لون اللون جوه. شايفين الالوان بتتغير معايا ازاي؟ طيب انا بعرف الالوان دي منين؟ اسمها اهو. هنا كاتب ايه؟ كاتب دارك تو فيل. تمام. هنا قال لي ايه؟ دارك وان اوت لاين. هنا دارك تو اوت لاين. طب انا بعرف بقى في الامتحان هو بيديني الاسم ده، بيقول لي انا عايز تعمل لي الشارت دي، بيقول لي السمارت شارت، بيجي ويقول لي كده سمارت شارت دارك تو مثلا اوت لاين. ماشي. بيجي يقول لي اسم الحاجه اللي انا عايزها. شايفين غيرتها بقت الوان مختلفه حسب هو طالب مني ايه. طبعا في حاجات كتيره جدا لو قعدنا فضلنا مودلز كتيره يعني. طيب هنا تعالوا نشوف الديزاينز بتختلف بقى. انا بغير، شايفين هو عملها ازاي؟ عملها مثلا زي 3 دايمنشن. هنا غير شكل تاني، شكل تالت. دي الديزاينز بتاعتي اللي انا بشتغل عليها حسب بقى هو انا هعمل ايه وعايز ايه. تمام. طيب هنا شارت. شارت دي انا عندي تيبل او عندي جدول. الجدول ده فيه مجموعه بيانات، زي مثلا نفترض مثلا الجدول اللي احنا جينا هنا، ممكن نعمل جدول صغير. فاكرين نعمل insert table ازاي؟ ها من فين؟ غششكم. من insert وبعمل table وبشوف بقى حجمه، بشوف عدده انا عايز قد ايه. لو هو في المتاح اللي موجود هنا تمام، لو هو انا عايز اجيبه بقف هنا وبقول له انا عايز table بالشكل ده، بحدده انا بقى. تمام. وحدد ارقامه قد ايه وهو قد ايه. طيب
طب انا عايز ازود صف، بقول له ايه انا عايز ازود صف، انا عايز ازود عمود، انا عايز ازود عمود. طيب لو جينا كتبنا هنا في التيبل مثلا هنا واحد هنا اثنين. اسمعيش بس انا لو عايز اعمل ميرج سيل مثلا 1 و 2 اعملهم ازاي؟ ميرج سيل 1 و 2 سهله جدا، بيجي اقف كده بظللهم الاثنين وبقف على الميرج سيل بس خلاص. صعبة؟ تمام شكرا. عايزة ارجع تاني في كلامي، بقف هنا تاني ارجعهم تاني. ماشي تمام. طيب جيت كتبت هنا مثلا 2 ماشي كده، جيت هنا كتبت 3. بس لو سمحت اي ارقام، انا بكتب اي ارقام مش شرط رقم محدد. تمام، وجيت وقفت على التيبل ده كده، قلت له انا عايزه التيبل ده اعمله شارت، اعمله لي تشارت. يروح قايل لي اه، ورحت قايله له اوكي. بصوا شباب راح عامل لي ايه اهو، ادي التيبل بتاعي، وقال لي انت عندك تيبل فيه ادي 1 2 3 والتيبل بتاعك اهو تمام، وادي التشارت بتاعتي او الخريطه بتاعتي او الرسم البياني بتاعه اهو تمام. يبقى انا ممكن يبقى عندي جدول هو عاطيه لي ويقول لي ايه، يقول لي غيري لي في البيانات بتاعته جوه في الارقام بتاعته جوه، او يبقى عندي تشارت زي دي ويقول لي غيري لي التشارت دي انا عايز اغيرها. فبعمل ايه، بقف عليها واعمل دبل كليك واشوف هي بتيجي جايه منين التشارت دي. تمام يا شباب؟ بس انا مش فاهم الحته دي. تاني نقول تاني، نيجي نقفل التشارت، نيجي نقف انسرت، ندخل على كلمة chart. أنا عايز أعمل خريطة أو chart هي بالشكل ده تمام، أو عايز أعملها بالشكل ده. هقف عليه على الجدول بتاعي وأروح أقول له بص أنا عايز ده تمام. بيقول لي أدي الجدول اللي أنا عامل لك بيه الرسم البياني، مش أي رسم بياني أو أي جراف. أنتوا بتعملوه إزاي؟ مش بيبقى عندكوا تيبل، والتيبل ده بتاخدوا البيانات بتاعته وتروحوا حاطينها على الشارت بتاعتكوا على الورق بالجراف، صح؟ صح ولا انا غلطانه؟ اه طيب ادي التيبل بتاعي اهو، وراح هو عامله لي تشارت. طيب انت هتغيري في البيانات دي؟ لا مش هغير فيها. طب ماشي، يبقى هي دي التشارت بتاعتك. طب اتفضلي ادي التشارت بتاعتي. تمام، عايزه تغيري في الديزاين بتاع التشارت بتاعتك اهو، عندي اكتر من ديزاين، حضرتك شوفي انت عايزه انه ديزاين واشتغلي بيه. انه شكل عاجبك مثلا؟ انا عاجبني الشكل ده، اتفضلي. تمام، انا عايزها بالشكل ده اهي، عايزها بالشكل ده اهي. دي بقى ايه الاشكال بتاعه الديزاينز بتاعتي، ديزاينز مختلفه. بصوا هنا، هنا عمل لي ايه، جاب لي التيبل بتاعي وفوقه الشارت. لا طبعا انا مش عايزه كده، لا انا عايزه ارجع تاني للشكل النورمال بتاعي. لا طبعا عايزه كده اهي، هيرجع يحطه لي تاني. انا عايزه عادي، وافضل بقى اشوف انا كنت عايز ايه بالظبط من الشارت بتاعتي، كنت عايز شكلها يبقى ازاي. هو بصوا شايفين فتح على طول شارت ديزاين. انا اول ما حطيت الشارت بتاعتي راح فتح لي هنا في البار بتاعي جزء جديد اسمه ايه، شارت ديزاين. الشارت ديزاين ده ليه؟ عشان اداني الاشكال دي، اداني المنظر ده. عايزه الوان مختلفه، ادي الالوان المختلفه. شوفي انت حابه تعمليها ايه. شايفين بنلعب بقى بالكالورز بتاعتنا. طب انا يا مس هعرف هو عايز يغير الكالر، هيقول لي انا عايز اغير الكالر ويقول لي اسم الكالر بتاعي ايه. تمام، هنا قال لي مثلا دارك جراي،
هدور فين الجراي يا جماعة، اهو السطر بتاع الجراي. طيب فين الدارك جراي اهو. تمام. بس ما ينفعش اخليهم كلهم لون واحد، يعني الخط ده كله لون واحد ولا لا؟ لا ما ينفعش، لان انت بيبقى عندك اكتر من حاجة بتتغير، زي مثلا درجات الطلاب، بيبقى عندك الطلاب واسامي المواد والدرجات، فلازم كل حاجة منهم بتبقى ليها لون. طيب معلش بس ممكن حضرتك ما ينفعش ان انا اغير اخليهم كلهم نفس الشكل. ممكن حضرتك تجيبي جدول وتعمليها بسرعة عملي كده عشان هضغط دلوقتي مع حضرتك. اهو تاني نعمل كده شارت. فين ممكن بقى اعملها بشكل تاني، يعني بصوا هنا مثلا ممكن اعملها بالشكل ده، شايفين؟ يعني اغير لشكل زي ده اهو، وهو بعدين بقى ايه بيديك الشكل اهو، ويقولك اهو انت ايه رأيك، هل انت عاجبك الشكل ده، الديزاين ده عاجبك، لو انت حطيته هو هيبقى هو ده المناسب ليك ولا لا. طب لا انا مش عاجبني ده، انا عايز اعمله كده، ايه رأيكم؟ لا انا عايز اعمله شارت تايل، انا عايزه كده، هقول له اوكي اتفضل، يروح قايل لي اتفضلي ادي الشارت بتاعك. مش ساعات يجي لك رسم بياني في الكتاب بالشكل ده، وساعات يجي لك بالشكل ده، صح؟ كاتب النسب على كل حتة، زي بالظبط كده لما يقول لك نسبة المية في الكرة الأرضية قد إيه، ويقول لك نسبة الأرض اللي هي بيسموها إيه اليابس، والمية على الكرة الأرضية، صح كده؟ بس هو انا لو عايز اكتب عليه بدوس على الحته اللي عايز اكتب عليها واكتب عادي ولا في حاجه بعملها؟ لا هو بص مش بيطلب تكتبه عليه عشان ما نصعبش الامور على نفسنا يعني. تمام. فانتوا برضو هنا تعالوا نفتح السهم الصغنن ده، بيديني حاجات كتيره جدا جدا جدا. هنا سلكت داتا، يعني انا هتكلم في الداتا بتاعتي، المعلومات اللي هو كان عطيها لي، هل انا محتاج اغير فيها؟ اهي بدخل بقى على سلكت داتا، بدخل على ايديت لو انا عايز ازود حاجه. تمام. انا اسف قفلت. تمام كده يا شباب. طيب نرجع تاني للقائمه بتاعتنا. ميس معلش، هي ايه فايده سلكت داتا؟ لو هغير الداتا في التيبل نفسه، مش ده تيبل اساسا، صح؟ بص انا لما عملت سيلكت داتا اداني ايه اهو، هو مرتبط هنا الجرافس عموما او الشارتس دي كلها مرتبطه ببرنامج الاكسل، بيعمل لك برنامج على برنامج الاكسل الداتا بتاعتك اهي. تمام. اعطيك الصف الاول ودي الصف الثاني، والبيانات اللي موجوده اللي مرسوم بيها الدايره دي، والارقام اللي مرسوم عليها. تمام. انا عايز اغير تاني، ايه بقول حضرتك، هو بيبقى في الامتحان قايل لي هو اغير في ايه كده، بيطلب منك لو انت هتغيري بيطلب منك او بيطلب منك. تمام. بس هو انا لازم اعمل جدول عشان اعمل الامتحان. بصوا يا شباب عشان برضو تبقوا عارفين، هو بيديك بيانات وبيقول لك اعملها جدول، هو بيديك حاجات وبيقول لك اعملها جدول، ماشي كده؟ يعني لازم اعمل جدول واعمل سموكت اوت، ولا ممكن اعمل سموكت اوت بدون جدول عادي؟ لا لو طلبها بيديك البيانات اللي موجوده ويقول لك اعمل لي البيانات دي سموكت اوت، هو ما بيديكش ان انت تقعد تكتب. احنا اتفقنا الامتحان بتاعنا مهم فيه السرعه، مش مهم فيه ان احنا نقعد نكتب، يعني هو ما بيشوفش هو سرعتك ان انت تدي اوردر للجهاز ان هو يعمل اللي هو عايزه، فاهمني؟ يعني الفكره في امتحاننا ده ايه، ان انت النهارده بتدي اوردرز للجهاز انها تعمل شارت. طب انت اديت الاوردر انها تعمل شارت امتى؟ انت عارف ان الشارت دي موجوده في قائمه مين، موجوده في قائمه انسرت، انت عارف تكبير الخط موجود فين في هوم، انت عارف الريفرنس تتعمل منين من قائمه ريفرنس، انت عارف الفيو فين، فاهمني؟ انت عارف ان انت عشان تتغير الستايل بتاع او الديزاين بتاع الشارت لازم تقف عليها. لو وقفت على التيبل هيطلع لك سوري على الشارت، وقفت كده اهو
طلع لي على طول شارت ديزاين، انت فاهم ده السرعه بقى والذكاء بتاعي في ايه، في ان انا هوب اروح واقف بسرعه ادخل على الشكل الديزاينز بتاعتي ابتدي اغير اللي انا عايزه. الكلام ده بياخد مننا ثواني. كل لما كان استخدامك للكلام ده اكتر سرعه، كل لما انت فرصك في المسابقه اكبر. عشان كده بنقول احنا بنفتح المواضيع وبنحاول نوريكم الدنيا بتمشي ازاي، وهيبقى في سيشنز تانية المفروض اساتذة تانيين ان شاء الله يبقوا معاكم يوروكم شكل الامتحان. احنا بس بنوريك بنعرفك على القوائم اللي موجودة في الجهاز. يا برضو انا مش عايز اخرج عن الموضوع كتير عشان ما نأخرش وقتكم يعني. واضح الكلام؟ بس يعني هو هيجيب لي حاول الجدول السمارت ارت صح، مش هيجيب لي اقعد اكتبه كده. او يقول لك غير بيان في السمارت ارت دي، يعني في الجدول بتاع يعني مثلا هتقف كده يقول لك غير حته فيها، غير جزئيه مثلا اهو، هيقول لك بدل ما هي 2.4 من 10 دي خليها 3. شايفين انا غيرتها اهي وخليتها 3 وقلت له اوكي. هو غيرها، انت بقى مش هتاخد بالك انها اتغيرت. تمام برضو سوري، انت مش واخد بالك بقى طبعا ان هي اتغيرت لانها تفصيلة صغيرة قوي. فهمتوني؟ طيب عايز اغير التشنج تشارت التايب. التايب بتاعي ده انا كنت عاملة الشكل ده بس انا مش عاجبني، عايز اخليها باور بالشكل ده. تمام، انا طلب مني ان هو هيغيرها، قال لي لا انا عايزها بار. طب البار ده شكله ايه؟ هيقول لي اسمه، هيقول لي 3D مثلا، هروح عامل 3D بار. تمام، واروح قايل له اوكي، يعني هتبقى تشارت زي اللي احنا عندنا دي، وراح قايل لي غير الديزاين بتاعها. شايفين يعني كتجربه عمليه اهو، مثلا هنا وقفت هنا قال لي لا انا مش عايزها كده، هغير لي الشكل بدل ما هي بالشكل ده، لا انا عايز تبقى ماب. تمام، لا هي الماب محتاجه انها تدخل بشكل تاني، لا انا عايزها كولوم، عايزها عواميد. شايفين، رحت قايله له اوكي غيرها لي، وراح عامل لي حاجه تانية كمان لذيذ. بصوا غير لي وقال لي بص كل دي الاشكال اللي انت عايزاها. طب هو في الامتحان ما طلبش غير انها تتغير، غير انها تبقى كولوم بس. طب انا هلعب في حاجه بقى؟ لا، لان انا هضيع وقتي. قال لي لا طب انا مش عايزها كده، انا عايزها 3D. اتفضل ادي 3D، متشكرين شكرا. خلصت في ثانيه، وقفت عليها دخلت على وقفت عليها دخلت على change chart type، غيرت التايب بتاعي وخلصت في ثانية، أقل من الثانية، جزء من الثانية. قال لي عايز أغير الكالر، هروح داخل كده أهو، بلاش كده خلينا أهو. قال لي أنا عايز أغير الكالر ده، هقف هنا كده زي ما عملت change color أهي، عايزه هنا اللون ده. ده دي الطريقة إن أنا أغير، دي الطريقة اللي أنا أغير بيها الشغل بتاعي. فهمتوني؟ يا مستمر ميسا ممكن يجيب لي غير الكتابة اللي عليها ولا لا؟ ايه؟ ما احنا قلنا بقى من change data ماشي كده؟ ممكن حضرتك تجيبيها change data بس ده؟ طيب نقولها في الاخر عشان ناخد بقى قائمة draw. ماشي؟ انا دلوقتي كنت شغال على الشغل بتاعي بس عايز ارسم حاجه بايدي، مش عايز أرسم، مش عايز حاجه عاديه. هو هنا انا على الوضع اللي فيه الماوس. تمام، لا طب انا عايز ارسم بخط بالشكل ده. شايفين رسمت اهو، بس خط النقط مش واضح، مش باين قوي. عايز استخدم قلم، وقفت على القلم ورسمت. طبعا هنا عطيني الكالورز المطلوبة اهو، عايز ارسم بغير هنا
colors زي ما اتفقنا قبل كده حسب اللون اللي انا عايز اشتغل بيه. لو قلت له اوكي يروح مغير لي الخط بالوان تاني. نفس الكلام هنا قلم ماركر. لو بفتح فايل مثلا، تعالوا نفتح فايل من الفايلات الفايل من الموجودين على الكمبيوتر اصلا. بس انا ما عنديش قائمة دروب. ازاي؟ موجودة عندي. لا اكيد موجودة بس انت اللي مش واخد بالك. موجودة هون انسنت وفيج لاي اوت وريفرنس و... طيب ممكن تكون، ممكن يكون الويندوز اللي موجود عندكم مش متحدث يعني. ويندوز 7. ويندوز 10. ويندوز 7 وعندي وورد. ايوه ويندوز 10 انتوا منزلين اوفيس 365، هو انا الجهاز بتاعي اوفيس 365، فممكن يكون ده الفرق ما بيني وما بينكم. وانا ظاهر عندي هوم وبعدين انسرت وبعدين ديزاين، مش ما فيش ما بينهم درو. طيب هشوف المشكله دي ايه سببها وهقول لكم ايه. تمام. هنا انا هفتح فايل من الفايلات اللي قبل كده عندي. شوف يفتح لي ثواني كده. فاكرين الفايل كنا بنكتب كده؟ لو انا حبيت اجي هنا في القايمة اللي بعد كده اسمها ديزاين. تمام. هنا قلنا لو هنعمل بوكس ومحتاجين نعمل فيه، شايفين هنعمل الصفحة الأولى بتاعتنا بالشكل ده مثلا، هضيف بوكس كده في بدايتها وأقول إن أنا هكتب فيه. وأنا كنت حاطة الماوس هنا، يعني مثلا أنا عايزة أبدأ هنا الصفحة من أول هنا كده، ويجي اجي على ديزاين واقف هنا واقول ان انا عايز اكتب الكلام ده واحط جواه هنا بوكس احط فيه كلام تاني. تمام. طيب الستايلز اللي موجودة عندي ايه؟ اكتر من تكست، اكتر من طريقة. عايز اخلي هنا فيه هامش كده على الجنب هكتب فيه زي ما انا عايز. تمام. طيب هنا اوتو تكست، شايفين هنا بيقول لك ان هو هيديك هنا كده علامه عند كل صفحه اللي هي زي حرف الاي دي. لو انت عايز تكتبها تغيرها مثلا هنا 1 2، دي مثلا هقول ان دي 1. هنا طريقه الكتابه، لو جيت وقفت هنا مثلا عند أدوار المعلم، خلينا في الصفحة التانية، سطر زي ده أجي هنا أقول له أوكي. بصوا شايفين الكلام اتغير شكله ازاي؟ طب أنا عايز أغيره بشكل تاني، لا أنا هكتبه كده. طب أنا عايزه بالألوان، طب انا عايزه طولي، شايفين اتغير بالطول ازاي؟ لا انا عايزه موجود بس بالشكل ده حسب الديزاين اللي انا عايزه. عايز الوان، الالوان بتختلف، اعطيني برضو نفس الكلام. نفس الكلام هو تقريبا. طب انا عايز اعمل له الفريم بتاعه من بره يبقى ليه شكل مختلف، مثلا اهو خليته غامق، لا هخليه فواتح. change shape، غير ستايل الكتابة، اتجاه الكتابة يمين ولا شمال، لفوق لتحت. شايفين حسب ستايل الكتابة. هنا عايز اعمل له effects مثلا، شايفين هنا عطي افكت كده مع الكتابة، عايزة حاجة تبقى باينة شوية.
اعطي زي ظل من تحت الكتابة شوية، ممكن نخلي اللون حاجة غوامق تبان اكتر. تديكي الشادو اكتر. بعض المدرسين بيبقوا بيكتبين الورق بتاعهم بالشكل ده، او في الكتب بيبقى مكتوب السطور بالشكل ده. تمام، دي طريقة الإفكت، بتزودها وورد ارت. تمام، هنا لو انا عايزة إفكت 3 دايمنشن، طبعا 3 دايمنشن مع الاسود صعبة قوي، استنوا نغير اللون الاسود ده نخليها كده، نشوف 3 دايمنشن الى حد ما مع الالوان دي افضل شوية. تمام، يا صديقي جبتي القايمة اللي فيها الحاجات دي كلها منين؟ من درون، هي قايمة درون نفسها زي ما احنا سوري ديزاين، من ديزاين. وبعدين دخلت وورد، اول ما رحت وقلت له انا عايزة اخلي الوورد بتاعتي بالشكل ده، الديزاين بتاعي اهو حلو، راح فتح لي بقى الكلام ده كله. دايما انا بعمل اوردر، يعني انا جيت ديزاين اهو وقلت له انا عايز اعمل، دخلت على القائمة بتاعتي اهي، قلت له انا عايزة الجزء ده عايزة اغيره اهو، دخلت على وورد وقلت له انا عايز اعمله كده حلو، هقول له اوكي حلو، راح مغير لي القائمة دي، مطلع لي وورد ارت. شايفين الاخيرة دي اللي بعد هنا طلعت لي اسمها ايه؟ وورد ارت، لان انا وقفت على الكلمتين دول اهو، مش دول اللي انا كنت هكتبهم؟ سامعيني ولا فاهمين ولا مش موصلين؟ طلعت لي الفلاش ولا فصلته؟ ارجع اعملها تاني؟ ارجع تاني؟ نبتديها وكأن اهي، نفترض ناخد صفحة تانية اهي، ناخد مثلا كلمة زي إدارة الصف دي حلو، هاجي على ديزاين، هقف عند وورد ارت اهي ماشي، هعمل لها الديزاين ده. شايفين اهي الكلمتين الثالثة إدارة الصف، هي دي اللي انا مظللة صح؟ قلت له اوكي. شايفين عملها ازاي؟ باينة ولا مش باينة؟ باينة، هي باينة بس انها مضغوطة كده، باينة انها مضغوطة. هنغير بقى، طب تعالوا نقف عليها كده. يا ليه عملت كده؟ ناخد دي، انا عايز احطها لكم بس في نص السطر اهي، اهي إدارة النشاطات الغير صيفية، نكبرها شوية عشان تبقى باينة لكم قوي. ندخل على ديزاين اهي وورد ارت، تعالوا نخليها بالشكل ده، هقول له اوكي. شايفين واضحة كده؟ هنا طلع ايه؟ ما غيرنا ده طلع ايه؟ طلع هنا وورد ارت، ما كانتش موجودة قبل كده صح؟ كانت موجودة؟ لا ما كانتش موجودة، طلعت لي اول ما ايه؟ اول ما انا قلت له اوكي، غير لي طريقة الكتابة دي او الديزاين بتاع الخط ده للديزاين ده، صح كده يا شباب؟ تمام. هنا بقى ابتدي العب فيها بالديزاينز اللي انا عايزها، اي ديزاين انا عايزه اهي، كتير جدا، او بغير الكالر بتاعتي حسب ما انا عايز. شايفين كالر بيتغير معايا صح كده، وزي ما اتفقنا اهو الحاجات اللي كانت في كل الفايلات اللي قبل كده. طب الشيب بتاع الاوتلاين بتاعها اهو، شايفين الاوتلاين بتاعها بيتغير، كانت موف بقت غامقه شويه، بقت لونها على مخضر وهكذا. تمام، طب هو اطلب الستايلز ازاي؟ تمام، يعني هل اسمها تظهر اول ما اجي اتك عليهم ولا اطلبهم ازاي؟ هي عارفه فجاه انت عشان تغير الستايل بتقف كده وبتظلل الجمله تاني اهي في جمله تانية،
وقفت وظللت الجملة، هنخليها برضو زي ما عملنا، هكبرها لك عشان تبقى شايفها. حلو كده، كبرت اهي. طيب انا عايز اغير الديزاين بتاعت الكتابة دي، هقف عند مين؟ عند وورد ارت. عايز اخليها شبه مين؟ خليها دي. حلو كده، هيديني الكلمة، هي دي فعلا الكلمة اللي انت عايز تغيرها. اهي باينة اتغيرت. اتغيرت، متشكرين لحضرتك. طب انت بقى عايز تغير الديزاين ده بأي ديزاين تاني ولا تمام معاك؟ ماشي معاك الديزاين ده، عاجبك الطريقة دي، انت شايفه كويس؟ حلو تمام. طيب انت عندك شيب عايز تغيره، كولر، هتنزل كولر، هتملى كولر؟ لا مش عايز. طب انت هتغير الاوتلاين بتاعها؟ لا انا مش هغير الاوتلاين بتاعها، انا عايز اسيبها برضو زي ما هي. طيب انت هتعمل تشينج في الشيب، الشيب بتاعها هتغيره، هتغير شكلها. انت كنت اخد الاختيار ده واحد من دول صح؟ لا طب انا عايز اغيره لحاجه تانية، انا عايز اغيره لشكل، شكل من اشكال موجوده هنا عندي دول، فين اي شكل عجبني اكتر؟ اهو هروح اقول له اوكي. تمام. طب انا عايز اعمل لها شادو افكت. طيب ادي الشادو افكت، شايفين؟ شايف الظل ده؟ هو ده الشادو افكت ان انت عملت لها ظل، وهكذا تلعب فيها زي ما انت عايز. ما عملت حاجه وقت اتاخر. الصوت يا شباب لو سمحتوا. هاجي انا مثلا هنا ميس، معلش انا في قائمه ديزاين مش ظاهر عندي غير سيم ستايل سيت كولرز وفون، مش ظاهر عندك؟ ادور على الوورد ارت لما احدد. اهي هتلاقي حرف الاي اللي واقف بالجنب كده، مش ظاهره لي. لا لا ازاي موجوده حتى في اقل ديزاين؟ ظاهر عندي الكولرز والسيمز والستايل سيت والفونز، وعندي باراجراف سبيسنج افكت. اوكي ماشي، بس دي موجوده؟ لا موجوده زي في ديزاين حتى. بس وانا ديزاين عندي مش القايمه دي مش موجوده، بس الحاجات اللي جواها متوزعه على بقيه القوائم. ممكن ساعات بيبقى من اختلاف وورد الوورد بتلاقيها موجوده في في قايمه تانية. انا لقيت مثلا لقيت في انسرت وورد ارت، في انسرت لقيت وورد ارت تمام، بس لما جيت عملتها ما ظهرليش بقى القايمه اللي بتظهر بعد هيل في الاخر. انت طالما عملت وورد ارت على طول بتطلع لك القايمه. يعني انا تاني نجرب هوريكم. يعني اهي عملت وورد ارت، ايوه على طول خالص هتلاقي طلع لك قائمه الوورد ارت. بتقف على مكان الفورمات، بتبتدي تغير، بتيجي مكان الفورمات عادي. بتيجي مكان الفورمات، يظهر الفورمات. ممكن على فكره، ممكن 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 تبقى عندك فورمات. انت الوورد بتاعك كام؟ 2010. ممكن 2019 19. انا عايز ماما بصي تمام. بصوا شباب عشان الاختلافات الكتيره دي، هو الامتحان تقريبا بينزل على اللي انا بشتغل عليه ده اللي هو 35. انت ممكن ممكن تروح يعني طريق الاكونت بتاعك، لو ما رضوش ينزل انا مش سامعه. وبعدين انتوا فاتحين مايكات يا جماعه، اللي فاتح المايك الناس اللي بتتكلم. بس انا ما عنديش ال 3 دي افكت، هجيبها منين؟ نعم ما عنديش ال 3 دي افكت. بس لا موجوده برضو، المفروض انها موجوده. يعني بصوا شباب، سيبونا نخلص من حضرتنا وبعد كده نحاول واحدة واحدة، وهنلاقي الحاجة
هنلاقي كل حاجة موجودة. حاول تنزل الفيرجن اللي احنا بنشتغل عليه لان هو ده الفيرجن اللي هيبقى فيه عليه علي الامتحان ان شاء الله كمان. بس الفيرجن ده بفلوس صح؟ الفيرجن ده بفلوس 365 لما بينزل على الكمبيوتر نفسه. هي الوزارة حبيبتي منزله لكم على الاكاونت بتاعكم بتاع الوزارة الويب بس. دارس كلها عطيه لكم فور فري ويب بس يعني انا على الويب سايت بس. خلاص اشتغلي لحد ما تنزليه عندك على الجهاز. ديستوب هو ما بيرضاش ينزل من على الويب سايت بتاعه الوزارة بيشتغل عليه بس. انا بحاول انزله كل مره ما بينزلش. طيب هنشوف حل المشكله دي وارد عليك. تمام. بس المشكله دي بعد الخطوات على جوجل اشتغل عليه هيبقى في واجهه الوورد زي من غير ما ننزله. نعم. مش احنا لما هنشتغل على جيومتريكس هيبقى في نفس الواجهه دي من غير ما ننزل الوورد اساسا؟ بس انت عايزه تتدربي او انت عايز تتدرب يعني انتوا شباب انتوا محتاجين تتدربوا فيفضل ان انت تبقى عارف اماكن الحاجه وبسرعه. يعني احنا اتفقنا ان الامتحان ده فيه حاجتين مهمين جدا جدا جدا، ان انت تقرا بعينك بسرعه جدا السؤال وتقرا الكلمه المطلوبه يعني هو عايز يغير ايه فتلقطها ديزاين يبقى انا هدخل قائمه ديزاين insert picture table يبقى انا هدخل على طول insert عايز reference يبقى انا هدخل على reference عايز لعب في الخطوط والكلام ده هجري عليها. فعيني بتقرا بسرعه وفي نفس الوقت ايدي مع حركتها مع الماوس وشغلي على الكمبيوتر يبقى كمان بسرعه. اذا كانت كتابه لو هكتب حاجه اذا كان ان انا بعمل سيرش على حاجه معينه كل الكلام ده لازم اعمله بسرعه. عشان اعمل الكلام ده بسرعه مش انا اللي هعمله، انتوا اللي هتعملوه. انتوا هتعملوه ازاي؟ بان انتوا تساعدوا نفسكم ان انتوا تشتغلوا، تقعدوا تجربوا كتير. بعدين فرصه ان احنا في اجازه، يعني احنا عندنا اسبوعين اجازه المفروض. احنا بدانا السبت اللي فات تقريبا مش كده؟ بعدين اساتذه دخلوا واتكلموا معاكم فاحنا عايزين الموضوع كل ما ده يبقى افضل. انتوا المفروض تكونوا جربتوا كل الحاجات اللي احنا قلناها المرات اللي فاتت. نكمل بقى عشان الوقت ما يسرقناش اكتر من كده. طيب انا عايز اغير الستايل بتاعة الكتابة بتاعتي، الجزء اللي انا كاتباه ده شايفين اللي انا معلمة عليه انا عايز اغيره واخليه بشكل معين مختلف. طب هعمل ايه مثلا؟ انا اخترت الشكل ده تدي ديني هنا اشكال كتيره ديزاينز كتيره اهي. انت عايزاه ازاي؟ يبقى تايتل مثلا انا عايزاه بالشكل ده، شايفين كتبهولي ازاي؟ غير لي الستايل بتاعه، حطهولي ورا الشغل بتاعي بطريقه ثانيه. لا انا عايزه اخليه هنا كده بيبتدي يغير لي التايتل بتاعي او الصفحه بتاعه التايتل بتاعتي بالشكل اللي هو عايزه. تمام، بيديني اكتر من ديزاين، بيقول لي انت عايزه تشتغلي ازاي. الكالرز بتاعتك كالعاده عايز اغير، شايفين كل كالر مكتوب عليها هي ايه. لو طلب هيغير كالر مكتوب الكالرز بتاعتي اهي، اقرا وادور. لا ده هو عايز حاجه معينه ببتدي ادور، ده هو عايز ده. طيب اوكي اعمل له سيف. الفونت بيغير في الفونت بتاعي. تمام، واسم الفونت موجود جنب كل طريقه كتابه، شايفين طريقه الكتابه نفسها بتتغير مره. يعني هنا كده طريقه الكتابه مختلفه، تعالى نطلع كده هنا طريقه الكتابه مختلفه، فانت بتغير في الفونت وطريقه الكتابه بتاعتك. تمام، هنا هتخليها باراجرافس واحد ولا هتخليها زي ما كانت؟ هتنزلها لتحت والفوق، بنغير المكان بتاعي وطريقة الكتابة بتاعتي حسب ما بيطلب مني. الإفكتس أنا عايز أغير الإفكت بتاعي مثلا هنا، أدي الإفكتس
شايفين اتجاه الإفكت تحت، راح يمين ولا شمال ولا ورا ولا قدام. طيب في حاجة دايما بتبقى موجودة في الورق اللي احنا بنشتريه، بيقول لي ايه؟ ووتر مارك. ووتر مارك دي اللي هي ايه؟ اللي هي يعمل لي علامة زي دي كده، شايفين اهو الصفحات بقى فيها كلمة مكتوبة تحت. ساعات عشان حد مثلا بيبقى كاتب كتاب مش عايز حد يصوره، فيروح عامل حاجة اسمها ووتر مارك. الووتر مارك طبعا ليها اتجاهاتها اكتر من اتجاه. طيب انا مش عايز ووتر مارك اللي موجودة دي، شايفين هو كاتب ووتر مارك، الجهاز عامل ووتر مارك. لا انا عايز اعمل ووتر مارك باسمي انا او بالشكل اللي انا عايزه انا، مور ووتر مارك فروم اوفيس دوت كوم، يعني دي اونلاين. لا انا مش عايز اونلاين، طب انا عايزها حاجة انا اللي هكتبها. طيب ضغطت فين؟ ضغطت فين يا ميس؟ تعالوا اهو اهي كاستمر ووتر مارك. هل اداني ايه هنا؟ نو ووتر مارك، يعني انا مش هحط ووتر مارك. بيكتشر، انا عايز احط صورة. ساعات بيحطوا صور، عصفورة، قلم، كتاب، اي حاجة. تمام. طيب انا هعملها هعمل ووتر مارك كلمة. طب الكلمة انا عايزها اللانجوج بتاعتها ايه؟ عربي، انجليزي، زي ما انا عايز. ماشي. هو مثلا ايه؟ قلت انجليش. جاء هنا قال لي طب الووتر مارك عايزها ايه؟ طب انا مش عايزة كل حاجة، كل الحاجات اللي انت بتقولها دي، انا عايز اعملها ايه مثلا؟ بي سي. ماشي. هي ووتر مارك بتاعتي انا هغيرها اخليها ABC. تمام. وهقول له اوكي. شايفين اتغيرت الووتر مارك بقت ABC. يبقى انا ممكن اغير الووتر مارك زي ما انا عايز، حسب ما انا عايز. طيب عايز اشيلها، ما عجبتنيش شكلها وحش، هاجي اقول ريموف ووتر مارك. اهي شلتها. شايفين هنا ريموف ووتر مارك. سيف سيلكشن ووتر مارك في الجاليري، اللي هو اللي عندك الجاليري بتاع الموبايل او الجهاز بتاعك. بس الووتر مارك ده هو اللي بيمنع لحد ان يطبع الحاجه. نعم. الووتر مارك ده بيمنع ان الحاجه دي تطبع؟ لا، لما تيجي تصورها بعد كده تبقى الصوره مش حلوه لان فيها ووتر مارك من ورا، فالووتر مارك دي بتبقى عامله لك مشكله، يعني بتبقى عامله يعني مثلا بتخلي الكلام يطبع. صح. اه جيت طبعت حاجه قبل كده طلع لي ورقه بيضة، ما طلعليش الكلام، الورق مش مظبوطه، بيبقى الكلام مش باين ومش واضح ولون الورقه صعب وبيبقى فيه حاجات لخبطه كده. تمام. طيب هنا بعد كده بيج كولر. طب انا مش عايز الصفحه يبقى لونها ابيض، انا عايز الصفحه يبقى لونها رمادي، عايز الصفحه يبقى لونها اخضر. الصفحه نفسها بقى لون الصفحه نفسه يتغير. تمام. من هي كانت صفحه بيضه خالص، لا انا عايز اغير الالوان، العب في الالوان بتاعه الصفحات. ميس وانا ازاي اعمل الخطوط اللي هي من على الحروف ديت؟ هنقولها جايه على طول السطر اللي بعده. تمام. تمام. بيج كولر اوكي. طب انا عايزه اعمل لون معين، بقول مور كولرز في الافكت. لو انا عايز احط افكت تاثيرات. طيب عايز اعمل الخطوط اللي انت بتقولي عليها دي، اسمها بيج براود او بيج فريم. الفريم بتاعي تعالي نشوف. اول ما ضغطت عليها شايفين هو اصلا صفحه معمول لها ايه؟ معمول لها فريم، معمول لها شكل كده. انا مش عايز ليها فريم اهي. نون. بقول اوكي، لغى الفريم. شايفين الصفحات كلها بقت من غير فريم. طيب انا عايز احط فريم او بوردر. طيب انا عايزه بوكس كامل اهو. شايفين عطاني شكله ازاي؟ طب انا مش عايزه الخطوط عدله كده دهري، لا انا عايزه خطوط منقطه اهو. بقول له اوكي، اداني الخطوط المنقطه.
لا انا عايز الخطوط بشكل تاني، شايفين بقى افضل ادور ادور ادور، انا عايز ايه؟ انا عايز الخط كده. اقول تمام. طيب هنا الخطوط لونها ايه؟ عايزة اسود ولا عايزة الوان تانية؟ ادي الالوان بتاعتي كلها اللي انا ممكن استخدمها. طيب انا عايز الخطوط مش خط واحد، انا عايزه بالشكل ده. لا انا عايز خطوط مش نورمال، خطوط مش الخط العادي. لا انا بعمل صفحة كده الاطفال مثلا في كيجي ولا حاجة، وعايز اعمل لهم خطوط بشكل كده تخليهم مبسوطين مثلا، فبروح اعمل كده. شايفين الصفحة بقت خطوط عاملة ازاي؟ حسب ما احنا بنفكر عايزينها 3D. بقول له انا عايزها 3D، بختار الخط وبقول له اوكي تمام. قائمة ديزاين كده انتهت. لاي اوت انتوا متهيألي اخدتوها قبل كده، اخدتوها مع ميس غادة تقريبا، وريفرنس وميلجن وريفيو. القوائم الباقية انتوا اخدتوها قبل كده، انا كده غطيت لكم القوائم اللي كانت لسه ما كملتش معاكم. ناس هي ديفولوبر مش بيبقى باين عندنا، نعمل ايه عشان نجيبها؟ نعم ديفلوبر مش بتبقى باينة عندنا، بنعمل ايه عشان نجيبها؟ ديفلوبر مش برضو ده بيبقى فيرجن في الجهاز يعني. ميس انا عرفت ازاي الورد نازل عندك شكله ازاي؟ هي المشكلة. خلي بالك بصي احنا مختلفين في الاجهزة، كل واحد الجهاز بتاعه مختلف عن التاني. ميس لو سمحت، انا مش ظاهر عندي كلمة درو من فوق. ميس انا عرفت ازاي اظهرها؟ عملت ايه؟ في فايل وهنختار اوبشن، وفي اللي احنا بنعمل كاستمايز للريبورت، هنلاقي نعمل جنب درو صح، نختار اللي احنا هي مش محطوط عليها صح اللي هي تتظهر، احنا صح وهتظهر قدامنا. تمام هي ودرو وديفلوبر برضه. تمام معلش بس قول تاني كده عملت ايه عشان عايزه اجيبها. فايل فايل بعدين اوبشن وفي كاستمايز ريبن، دوري عليها هتلاقي. برافو عليكم، دي حاجه حلوه جدا ان احنا يعني ندور. يعني زميلنا ده عمل ايه؟ عمل دور. برافو عليك. انت اسمك ايه؟ مصطفى. مصطفى عمل ايه بقى؟ هو ابتدى يشتغل وابتدى يدور وابتدى يعرف يوصل لكل جزئية اللي انا مش عارف فبدور. بصوا يا جماعة مش هينفع نقول في المحاضرات كل الكلام، لكن ينفع ان احنا لما نقعد لو قعدنا كل يوم ساعة او ساعتين نجرب زي ما اتفقنا، نعمل تراي دايما، نحاول نشوف الدنيا فيها ايه وبنعمل ايه وازاي وليه والكلام من ده، هنلاقي نفسنا ايدينا اشتغلت وعرفنا نشتغل. اولا هنعرف اماكن الـ القوائم بسرعة، هنعرف اماكن الاوردرز اللي احنا مطلوبة مننا بسرعة، هنقرأ الكلام بسرعة، هنلاقي نفسنا الدنيا اتغيرت واحدة واحدة. وان شاء الله ان شاء الله معظمنا او كلنا اتمنى ان كلكم في الامتحان تبقوا تمام. مس ممكن كمان في السيرش فوق يعني يكتبوا اسم الاديتور وهيلاقوها هتطلع لهم. ممكن. طيب الجزء اللي احنا قلناه، هل انتوا في حاجه تاني محتاجينها اعيدها تاني في الثلاث قوائم اللي اتكلمنا عليها او الاربع قوائم اللي اتكلمنا عليها؟ لو سمحتي ممكن بس الخط الميل بتاع العنوان، انا مش عارفه جات ازاي الخط الميل العنوان. تشكيل من الديزاين وهي الخطوط كلها شكل. بتظللي العنوان، بتقفي مثلا كده عنوان مثلا ده توجيه والإرشاد ده، بعدين بتدخلي قائمة ديزاين وورد ارت وتبتدي تختاري الخط. انت عايزة الخط شكله ازاي؟ ميل اهو. تمام بيقول لك هي دي فعلا الكلمة اللي انت عايزة تخليها بالشكل ده، بقول له خليها ميل. تمام بس انا عملت زي ما عمل بس ولقيت الديفلوبر لكن ما لقيتش الدور.
ماشي. عملت زي ما هو قال، روحت الفايل وجبت الكاستمايز ريبون وزودت الديفلوبر، لكن ما لقيتش الدرو، مش موجوده عندي. لا دور عليها تلاقي موجوده كده شويه يعني في النص كده. بس هو احنا كده خلصنا؟ اه خلصنا تمام كده. حد محتاج حاجه تاني؟ بس اه انا كنت عايز السمارت اب حضرتك تجيبي جدول وتعمليها تاني، معلش قدام جدول ونعملها تاني سمارت ارت. طب انت فاكر سمارت ارت كنا بنجيبها منين؟ من الانسرت صح؟ من ايه؟ من انسرت. تمام هنيجي نعمل هنا، ندخل هنا فين السمارت ارت اهي صح؟ مش هي دي؟ خالص. باجي اقول انا عايز مين، انهو سمارت ارت، انا عايز دي، بقول له اوكي بس. بعدين تبتدي تكتب في كل جزئيه اللي انت عايز، هتكتب ايه هنا وهنا وهنا. قلنا مثلا هنكتب هنا عربي، دين او معلش فرق مس، قصدي التشارتس، التشارتس من السمارت ارت، التشارتس دي. اه تمام. ايه بقى المشكله فيها؟ طيب يعني اعملها ازاي التشارتس دي؟ برضو بندخل هنا، لو فرضنا ان انا هعمل واحده جديده خالص، هقف هنا اهو، باجي على insert، بدخل على chart، ادي chart بتاعتي، بيقول لي عايزها lines مثلا المره دي، تمام اهي، اقول له اوكي، بيطلع لي الشارت بتاعتي والجدول او التيبل اللي انا عامل بيه الشارت دي. زي ما اتفقنا انتوا في الماس بتعملوا ايه، او في الرياضه بتعملوا ايه، في الاستاتيك او في الاحصاء عربي وانجليزي اهو، انتوا بتعملوا ايه، بيديكوا جدول او تيبل وبيقول لكم النقط دي حطوها لي على شارت صح. الشارت دي لما بحطها كده بحط النقط الأفقي والرأسي، وبكتب الكلام أهو، أدي السطر اللي فوق أهو تمام، أدي السطر الأفقي أهو، النقط بتاعتي مثلتها بس كده تمام. كانت شكرا لحضرتك. ماشي، في حاجة تانية يا شباب ولا خلاص؟ ها تمام شكرا يا نيس. طيب شكرا، نشوفكم مره تانيه باذن الله. يا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.